مساء الخير متابعي صفحة اللاعبين السوريين المحترفين وين ما كنتوا عم تشوفونا. اليوم في لاعب بدي احكي عنه وصلتني عنه كتير من الرسائل كتير من التعليقات سواء كان على الفيسبوك او اليوتيوب، وصلت عم تستفسر عن وضعه، هل هو رح يمثل منتخب سوريا بالفترة القادمة، وضعه الحالي مع نادي، وكتير من التفاصيل. اللاعب طبعا هو مثل ما وضحت بعنوان الفيديو خليل المدخر، لاعب نادي لودون يونايتد يلي بيلعب بالدوري الامريكي الثاني تصنيفا. راح احكي ان شاء الله شوية تفاصيل، رد على جميع استفساراتكم، لكن بالبداية ومثل ما تعودنا اتمنى منكم تدعمونا من خلال الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الشير، اللايك، الكومنت، واكيد الملاحظات اللي بتساعدنا لنطور المحتوى يلي عم نقدمه. اذا لاعبنا اليوم هو خليل المدخر، لاعب نادي لودون يونايتد يلي بيلعب بالدوري الامريكي الثاني تصنيفا. طبعا هذا النادي هو يعتبر الفريق الرديف لنادي دي سي يونايتد يلي بيلعب بالدوري الامريكي للمحترفين لكرة القدم. اكيد الدوري اللي بيلعب فيه خليل يعتبر دوري، ما راح اقول انه هو دوري ممتاز، لكنه دوري مقبول، واللاعب بيجيد اللعب باكثر من مركز هجومي. خليل المدخر يلي بشهر آب المقبل راح يكمل 25 سنة، مركزه الأساسي هو الجناح الأيسر، لكن أيضا هو بيلعب بالجناح الأيمن، هو بيقدر يلعب خلف المهاجم، بيقدر يلعب كرأس حربة. بالتالي نحن نحكي عن لاعب متعدد الأدوار في الناحية الهجومية، وهذا أكيد شيء مهم وممكن يفيد أي فريق. ايضا خليل بتميز بقامه قويه، بسرعه، بمهاره، لاعب جيد وعنده الموهبه بكل تاكيد. الموسم الماضي انتقل لنادي لودون، كان بالبدايه بنادي دالاس اللي هو بالدوري الامريكي للمحترفين، وقع معه 3 مواسم لكن ما اخذ فرصه كتير مع النادي بالمشاركه. بعدها انتقل الموسم الماضي لنادي لودون يونايتد. بداية الموسم خليل ما كان بوضعه الطبيعي، كان في ظروف خاصة عائلية بمر فيها اللاعب أثرت كتير على وضعه، لكن لاحقا للأمانة تحسنت أرقامه لخليل المدخر، صار عم يقدم مستوى أفضل، صار عم يسجل، عم يصنع، ومن أهم اللاعبين بفريقه خلال الموسم. هالشي أيضا سلط الضوء عليه، وحسب المعلومات اللي عندي صار في عليه مراقبة من النادي الرئيسي اللي هو نادي دي سي يونايتد، وفي اهتمام انه ممكن خليل خلال المواسم المقبلة يترفع على النادي الرئيسي اللي هو نادي دي سي يونايتد، واكيد انا هذا الشيء بتمناه، لان الدوري الامريكي للمحترفين دوري قوي، دوري مهم، دوري بيلعب فيه نجوم كبار اكيد، وقادر يضيف للاعب المزيد فنيا وبكل النواحي. بالنسبة لموضوع منتخب سوريا، بالبداية خليل المدخر لنكون واضحين هو من اكتشاف صفحة اللاعبين السوريين المحترفين. التواصل معه لأول مرة تم عن طريق الأخ والصديق سامي دوبا اللي هو مؤسس الصفحة بعام 2018 تقريبا، كان لساته خليل عم يلعب بدوري جامعات في أمريكا. بعد ذلك تواصلنا مع خليل من أجل منتخب سوريا الأولمبي، كان بهذيك الفترة الكابتن أيمن حكيم هو مدرب منتخب سوريا، لكن الظروف ما سمحت أنه خليل المدخر يكون موجود مع منتخب سوريا بهذيك الفترة. بعد تتالت المحاولات لما تولى المدرب رأفت محمد المسؤولية الفنية لمنتخب سوريا الأولمبي، كان خليل المدخر هو أول اسم بيطلبه الكابتن رأفت محمد ليكون موجود مع منتخب سوريا الأولمبي. لكن ايضا التزام خليل مع نادي، ايام الفيفا، السفر الطويل، كتير ظروف ايضا منعت تواجد خليل المدخر بهذيك الفترة مع منتخب سوريا. بعد غبنا شوي رجعنا مع الكابتن ديتا فاليريو لما استلم منتخب سوريا الاول بتصفيات كأس العالم. ايضا ديتا فاليريو كان مهتم يشوف خليل المدخر بمعسكر تحضيري في قطر قبل المباراتين أمام الإمارات وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم الماضية، لكن إلغاء المعسكر
أدى إلى تعذر انضمام خليل المضخر لمنتخب سوريا. بالنسبة للوضع الحالي، خليل المضخر هو تحت المراقبة، جهاز الفني عندهم كل البيانات الخاصة بخليل، عم يتابعوا مبارياته. أيضا في معلومة مهمة، هن تواصلوا معه أساسا لخليل، الجهاز الفني لمنتخب سوريا تواصلوا مع خليل المضخر، قالوا له نحن عم نتابعك عم نراقبك وبدنا إياك أكيد تضل بمستوى جيد. فهو تحت المراقبة وتحت الاهتمام، لكن مثل ما بنعرف بمركزه في كتير منافس، يعني نحكي على مراكز الجناح عنا كتير لاعبين بهالمركز، بالتالي في منافسة شديدة على المركز، لهيك بتكون الفرص مالها كتير قوية لأي لاعب لحتى يكون موجود كأساسي أو يتم استدعائه لمنتخب سوريا. لكن أكيد الجهاز الفني عم يتابعه، ولما يشوف الوقت مناسب لاستدعائه فهو رح يسترعيه، خاصة أنه خليل المضخر، أنا حكيت بفيديو سابق أنه اتحاد كرة القدم قام بتجهيز الوثائق الثبوتية لكثير من اللاعبين المغتربين وأنهى ملفاتهم بالفيفا بحيث يكونوا جاهزين في حال المدرب طلب استدعائهم. ومن بين هؤلاء اللاعبين كان خليل المضخر، اتحاد الكرة أنهى كافة الإجراءات، اللاعب صار مسجل سواء كان بالفيفا أو بالاتحاد الآسيوي كلاعب سوري. بالتالي لما الجهاز الفني يشوف أنه هذا الوقت المناسب لاستدعاء خليل المضخر إلى منتخب سوريا فهو رح يستدعيه بدون أي عوائق، لأنه ملفه القانوني مكتمل تماما، وهذا شيء كتير مهم. شخصيا أنا كتير مآمن بخليل أنه هو قادر إن شاء الله يقدم إضافة بالمستقبل للكرة السورية، لكن أكيد بتمنى أنه هو المواسم القادمة يتواجد بدوريات أعلى تصنيفا. وأكيد خليل عنده الإمكانيات وعنده الموهبة يلي بتساعده لهالشي. هذا هو سابقا كان عنده فرصة أنه يلعب بأوروبا، وممكن لاحقا ترجع هالفرصة هاي أنه يلعب بأوروبا أيضا، ممكن نشوفه بالدوري الأمريكي للمحترفين يلي بيضم نجوم كبار في مقدمتهم الأسطورة ليونيل ميسي. لهيك أنا بصراحة متفائل بخليل المضخر كلاعب متعدد المراكز، لاعب عنده إمكانيات جيدة، فإن شاء الله بالمستقبل ممكن نشوفه مع منتخب سوريا، بس الجهاز الفني يشوف أنه اللاعب صار جاهز تماما لتمثيل منتخب سوريا. هي هي كل التفاصيل اللي عندي بخصوص خليل المضخر، بتمنى أكون رديت ولو على جزء من استفساراتكم. طبعا نحن أجرينا مقابلة سابقة مع خليل المضخر عبر قناة برو بودكاست، أيضا راح أحط رابط المقابلة بالتعليقات إذا حبيتوا تطلعوا أكثر على المعلومات عنه، وإن شاء الله راح يكون لنا فيديوهات قادمة عن تفاصيل المنتخب قبل مباراة ميانمار، الأخبار الكواليس. وبتمنى طبعا تكتبوا لي بالتعليقات رأيكم بخليل المضخر، هل أنتوا عندكم فكرة عنه، كيف بتشوفوه كلاعب قادر يفيد منتخب سوريا، وأيضا شو الشيء اللي بتحبوا أنه نحكي عنه خلال الفترة القادمة. تقبلوا تحياتي وإن شاء الله بنلتقي قريباً.